So, عندي 4 red, 2 blacks, كلهم 6 balls. أخذنا 2 balls simultaneously. هذا الشيء بخبرني the order is not important. So, we have chosen 2 out of 6. Total cases see 2 out of 6. We randomly and simultaneously draw 2 balls from this urn. طيب أنا بدي أسأل سؤال. شو هن كل الاحتمالات اللي ممكن يطلعوا معي لما أخذت 2؟ شو ممكن يكونوا هالتنين؟ يعني ممكن يكونوا 2 red. ممكن يكونوا واحدة red مقابلة واحدة black. ممكن يكونوا شو؟ 2 black. في غيرهم؟ في غيرهم؟ لا لا. فايش هو عم بيقول لي consider the events. عندك A0 the two drawn balls are red. A1 the two drawn balls have different colors. يعني واحدة red وواحدة شو؟ بلاك. هلا هون مسائب الديفرنت كولرز قادر شوفهم بس بكيس وحده، اوقات بيكونوا اكثر من كيس. اذا كان عم يسحب ثلاثه بتصير غير. لو كان عم يسحب ثلاثه شو كانت الديفرنت كولرز هلا؟ اثنين ريد وواحده بلاك، او اثنين بلاك وشو؟ واحده ريد. يعني ما كل شيء من عدا السيم كولر. ايه طيب ذا تو درون بولز ار وات؟ are black. يعني A0, A1 و A2 بيغطوا كل الكيسز، صح؟ صح. يعني البروبابيليتي لما بجمعهم لإلهم، لما بجيب كل وحده وبجمع لها البروبابيليتي الاولى والثانية والثالثه، قد ايه لازم يطلع جمعهم لانه عم بيغطوا كل الكيسز؟ 1. اكزاكتلي exactly. لازم يطلع التوتال بروبابيليتي 1. سو بروبابيليتي للA0 هذا بيكون جواب الـ probability للـ A0 يا جماعة؟ 0.4. هي الـ probability is to choose two red. خليني أحكي أول شيء two red. هي إنك تختار اثنين من أصل عدد الـ red. قد عدد الـ red؟ 4. 4 على اثنين من أصل شو؟ 6. 6. probability للـ A1 خليني ترجمها قبل ما أقله شو بدي. هي probability لمين؟ One red and one what? Black. One black. If you notice inside the parentheses, I'm always precising as the number of chosen. يعني أنت لو مختار ثلاثة لازم حدد ثلاثة جوا. Don't forget this method. هذه كتير مهمة. ما بيسوى أن يكون مختار ثلاثة وحدد اثنين. لازم حددهم كلهم، ها؟ So one red and one black. We have two kinds and between them and يعني ضرب. بتاخد واحدة وبترجع شو بتعمل كمان هون؟ بتاخد واحدة. واحدة من الريد قد ايه الريد؟ 4. وواحدة من البلاك يعني واحدة من قد ايه؟ من 2. على قد ايه؟ 2 من 6. 2 من 6. هلا بنرجع بنشوف الانسرز. probability هلا لمين عندي؟ للA2. The two drawn balls are what? Are black. So it's a probability of 2 what? 2 على 2 6. تاخذ الاثنين بلاك من اصل 2 على 2 من اصل قد ايه؟ 6. قد طلع الانسر الاول؟ 0.4. ديسيمال من دون شيء ثاني، ها؟ هي 2/5. 8/15. إذا 8 over 15 you should leave it like this. ما فيك تكفيها لأنه منه ديسيمال هيدا. وهيدا 1/15. كمان you should leave it like this. أو كفينا نقول أو كفينا نقول 1 - 0.5 - 8/15 كمان. Yes. بس أنت بكومنت بأنه in this way غطيت كل الكيسز. Okay. يعني you have covered all the cases. لأنه بركي أنت مش منبه أنه كل الكيسز. Yes. So be careful for this step. إنه جمع واحد. يعني بتقول لي P للA0 زائد P للA1 زائد P للA2. أوكي. بقول لك بيمشي الحال. نرجع من عيد. أخذنا 2 حطيناهم على جنب. بقى بالسلة 4. والاثنين اللي حطيناهم على جنب ما بنعرف شو هن. عندنا 3 احتمالات لإلهم. عشان هيك عندي شيء اسمه conditional probability. يعني أنا ما فيني أحكي عن 2 جداد قبل ما أبني احتمالات على القديم. B0/A0 يعني شو احتمال الB0 بناء على A0؟ ساعتها أنا لجاوب على هيك probability بدي شوف الA0 شو بتمنحني معلومات لجاوب على الB0. فاهمين اللي عم بحكيه؟ سو أنا ما كيف ببلش بهالعمل؟ بشوف الA0 شو بتعني
ببني عليها وبروح بجاوب على A0. هيدا given, هيدا question. لما بقول أنا B0 slash A0 شو معناتها؟ معناتها هيدا given عم بخبرك شو سحبت بأول مرحلة, ساعتها جاوب على تاني مرحلة. هيدا الكويستشن. يعني عم خبين ال remaining colors للبولز. صح, عم بخبرك شو بقى بقلب السلة من بعد ما سحبت اثنين, يعني خبرك عن الاثنين. ما الـ A0 بتقول لك اثنيناتهم رد, يعني كأنه عم بيقول لك هو الستة حطينا منهم اثنين على جنب رد, روح سيب شو بقى وجاوب على البي. فهمتوا علي شو عم بقصد؟ هلا في بعض الطلاب بتروح تحط الرول, كيف بدك تحط رول انت لهيدي وبعدك مش جايب الانترسكشن؟ ما هو الرول للـ B0 سلاش A0 هو B0 انترسكشن A0 على مين؟ على A0. انت ما فيك تحط رول اذا مش جايب الانترسكشن. طيب فشو بنجي بنقول له نحن؟ نحن هون probability لمين؟ ل B0 slash A0. قدامنا هيدي السلة, شو نحط منها على جنب؟ نقصة شو؟ اثنين رد. هيك لما بيقول لي given A0, يعني شو بيبقى بقلب السلة؟ two red و two black. صح, ما كانوا أربعة رد واثنين بلاك, بقى اثنين رد واثنين بلاك. سحبنا منها اثنين, شو الاحتمال يطلعوا اثنيناتهم رد؟ ما البي زيرو بقول لك اثنيناتهم رد. من هيدا شو الاحتمال يطلعوا اثنيناتهم رد يا جماعه؟ اثنين من قد ايه؟ اثنين على اثنين من شو؟ اربعه. من اربعه ما عادش في سته, كبينا اثنين على جنب. قد ايه بيطلع الجواب؟ واحد على ست. واحد على ستة. B0 slash A1, هلا نغير اللون. probability of B0 slash A1, تعال نروح نشوف ال A1 شو بتمنحني معلومات. slash A1 شو ناقص؟ ناقص واحدة رد واحدة بلاك وواحدة بلاك. ما فيني حل بلا ما أعرف شو معي معطيات. يعني أنا شو عندي بقلب السلة؟ ثلاثة رد من بعد ما كانوا أربعة رد, واحد بلاك من بعد ما كانوا كم واحدة بلاك؟ اثنين. سحبنا اثنين وطبعاً بعضهم أربعة. طيب شو هو البي زيرو؟ بده اثنين رد. يعني شو بتاخذ هلا؟ اثنين من أصل قد ايه؟ ثلاثة. اثنين من أصل أربعة تطلع 3/6 يعني تطلع واحد على اثنين. فهم اللي عم بيعمله؟ اي يا استاذ. هلا B0 slash A2, slash A2 يعني اعتمد الـ A2. اوكي slash A2 لازم تطلع 1 قبل ما نحلها يعني. ايه هيدا certain بنسميه صح؟ او sure event. ايه certain event. نقص 2 بلاك, مع ان كانوا كلهم بلاك 2. يعني شو بقى بقلبها لهيدي السلة؟ only red. Four red. سحبت اثنين. ما عادش فيك تتحذر. اجباري بده يطلعوا اثنيناتهم شو؟ red. Red. فبروبابيليتي للB0 slash A2 بدك اثنين red من هاي السلة. هي اثنين من اربعة. عمين؟ اثنين من اربعة. طبيعي يطلع واحد. هيدا certain event. وفي منه بيسموه شو كمان؟ sure event. طيب. جبنا الـ B0 slash A0, B0 slash A1, B0 slash A2. الـ B0 همه الأساسي إنه شو يطلع له؟ اثنين شو؟ اثنين رد. عم نطلع كل مرة بقلب السلة شو في؟ كان في اثنين رد أخذنا اثنين من اثنين, كان في ثلاثة رد أخذنا اثنين من ثلاثة, وتحت كان في أربعة رد أخذنا اثنين من أربعة. تمام؟ قال لك deduce probability للـ B0. شو بتكون الـ probability للـ B0 يا جماعة؟ جمع الـ intersections. صح, هذا التوتال بنسميها probability للB0. هي probability لمين؟ خلينا نشيل red وred وبلاك وtwo black. نعم, ليش عم نشيل red وred وبلاك من الA1؟ ايوه نايس. الA0 شو كان عم بيقول لك؟ اول ما عم تاخذه من اصل الستة بده احتمال يطلعوا اثنيناتهم شو؟ two red. فقلت له بدي نقص اثنين رد, ما
انا حطيت العزينه بعد سحبت اثنين. الـ A1 شو عم بيقول لك؟ Two balls are different. واحدة red واحدة black. هيدا عم ما انا بدي اعرف شو اخذت الاثنين لاعرف الاثنين اللي بعدهم. يعني كانوش ستة. سحب اثنين حطهم على جنب. هلا عم نحكي عن الاثنين الجداد. كناش عارفين شو عم نحط على جنب. قلنا يا على اساس A0. ما هو يا بتكون حاطة اثنين رد على جنب. يا واحدة رد وواحدة بلاك. يا اثنين بلاك. على هالاساس بدك تشتغلي. اوكي. اوكي. بدك تصير تعطي كل الكيسز. اوكي. يلا B0 intersection من A0. زائد probability لمين؟ B0 intersection A1. B0 intersection A2. يعني يا اما كان اول اثنين ريد يا اول اثنين واحدة ريد وواحدة بلاك يا اول اثنين انت حاططهم على جنب شو كاينين؟ بلاك. عم تعطي كل الاحتمالات اسمه total cases. هون بدي احط الرول للانترسكشن. شو ببلش يا جماعه بالبي 0 ولا بالاي 0؟ شو اجى السيناريو تبع هالبروبابيليتي؟ الاي 0 قبل صح ما بلش بالاي بعدين البي. يعني هو البروبابيليتي للاي 0 ضرب البروبابيليتي لمين؟ بي 0 سلاش اي 0. وهون بروبابيليتي لمين؟ لل A1 ضرب probability لل B0 slash A1. A1 زائد probability لمين هون؟ لل A2 B0 slash A2. قد ايه probability لل A0؟ 0.4 times قد ال value لل B0 slash A0 1 over 6 زائد ال A1 8 over 15 times 1 over 2 ال A2 1 over 15 times this value 1 قد بيطلع ال final answer 0.4 هو أي True. كتير منيح. هيدا احد الاعمال اللي بحسه انا كتير مهمين ومنهم صعبين. بدي شوية انتباه بس. اوكي. هذا عنده شي سؤال عليهم؟ اوكي. برجع بعيد. لتحل البي 1 بتقول له انا فيني اشتغل نفس اللي اشتغلته بالبارت A. بدي اجيب البي 1 سلاش A0. بي 1 سلاش A0. اول شيء بشوف الA0. شو منحتني؟ منحتني هودي بقيوا بقلب السلة. اثنين راد واثنين بلاك. طب البي 1 عن شو عم يسأل؟ عن different colors. يعني واحدة راد وواحدة شو؟ واحدة راد وواحدة بلاك. باخد واحدة من اثنين وواحدة من اثنين. على اثنين من اربعة. بيطلع جواب للبي 1 سلاش A0. بي 1 سلاش A1. عندي واحدة راد وواحدة بلاك. شو باخد؟ واحدة من ثلاثة وواحدة من واحد. B1 slash A2 بدي اثنين بدي واحدة رد وواحدة بلاك ولكن فضيت من البلاك بقول له صفر impossible. اوكي برجع بيجي بقول له البروبابيليتي للB1 يعني كل البي 0 بستبدلهم بمين انا كل البي 0 بالB1 A0 B1 slash A0 A1 B1 slash A1 A2 B1 slash A2 بعوض كل شيء. بالنسبة للB2 فيني ارجع عيد نفس العملية. بده اثنين بلاك باخذ اثنين من اثنين. بده اثنين بلاك بقول له صفر. بده اثنين بلاك بقول له صفر. ما بيمشي حاله. او بقول له البي 0 والبي 1 والبي 2 قد ايه جمعهم للبي 0 والبي 1 والبي 2؟ واحد. كنا مطلع اثنين منقصهم من واحد. اخر بارت 3 think about it. I will provide you with the answers.